بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي التلاميذ والتلميذات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع درس علامات الترقيم. ودرس علامات الترقيم ده درس مهم جدا، لأن كلنا محتاجين نعرف ما هي علامات الترقيم. إيه هو الترقيم؟ يعني إيه ترقيم؟ الترقيم هو وضع علامات مخصصة أثناء الكتابة بهدف تعيين مواضع الفصل والوقف والابتداء وغيرها. ومن علامات الترقيم، علامات الترقيم زي إيه؟ أول حاجة عندي الفصل، وعلامتها اللي هي زي الواو المقلوبة اللي باللون الأحمر اللي قدامنا. بنستخدمها إمتى؟ بنستخدمها إزاي؟ بنستخدمها ليه؟ تستخدم الفصلة للفصل بين الجملتين أو بين المفردات. يعني عندي جملتين عايز أفصل دي عن دي، بروح حاطط إيه؟ بينهم فصلة. عندي مفردات بفصل بينهم عن طريق الفصلة. زي مثلا الشمس طالعة والنسيم عليل والطيور مغردة والأزهار ضاحكة. كل جملة من الجمل دي مستقلة عن الثانية، فإذا بفصل بينهم بوضع هذه الفصل. الفصلة المنقوطة وعلامتها واو كده مقلوبة وتحتيها نقطة اللي هي اللي باللون الأحمر اللي قدامنا. طب بنستخدمها إزاي؟ ونستخدمها ليه؟ تستخدم للفصل بين المفردات المعطوفة أو بين جملتين أحدهما سبب في حدوث الأخرى. يعني سبب ونتيجة، أروح حاطط بينهم فصلة منقوطة. زي إيه؟ اغنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، فصلة منقوطة، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. إذن فهذه الجمل معطوفة على بعضها، مرتبطة ببعضها، بتتكلم عن موضوع واحد، أحط بينهم الإيه؟ الفصلة المنقوطة. ممكن أقول لك ذاكر فصلة منقوطة تنجح. سبب ونتيجة. من علامات الترقيم أيضا النقطة، نقطة حمراء كده دايما بتوضع في نهاية الجملة. كتب التلميذ الدرس، دايما أحطها في نهاية الجملة علشان دليل على أن الجملة معناها انتهى. كتب التلميذ الدرس. علامة التعجب، واحد كده وتحتيه نقطة، هي زي الواحد وتحتيه نقطة اللي هي اللي باللون الأحمر الجميل اللي قدامنا ده، توضع في آخر الكلام الذي يدل على معنى التأثر والدهشة والتعجب. ودايما بستخدمها لتدل على أن أنا متعجب من الحاجة دي. أقول لك ما أجمل النظام، ما أجمل النظام، ما أروع النظافة، ما أحلى التعاون، وأحط دايما في الآخر علامة تعجب، وده دايما بيبقى أسلوب تعجب. من علامات الترقيم أيضا النقطتان ورمزها اللي هما نقطتين كده فوق بعض. طب دول بنستخدمهم إمتى؟ بنستخدمهم إزاي؟ توضع بعد فعل القول، يعني بعد كلمة قال أو تكلم، بعد أي فعل يدل على إن هو قال حاجة، أحط بعدها دايما الإيه؟ النقطتين دول، أو الكلام المنقول أو التفصيل بعد الإجمال. قال نقطتين فوق بعض إني عبد الله، تمام؟ دايما أحطها بعد كلمة قال أو بعد أي فعل يدل على أن هناك قول قيل. قال إني عبد الله. الدنيا يومان، شوف ادي اجمله، وبعدين ابدا افصل اقول يوم لك ويوم عليك. الدنيا يومان نقطتين فوق بعض، يوم لك ويوم عليك. يبقى اذا توضع بعد فعل القول او التفصيل بعد الاجمال، يعني نحطها بعد الاجمال بين الاجمال والتفصيل. الدنيا يومان، يوم لك ويوم عليك. الدنيا يومان ده اجمال، ابدا افصلها يوم لك ويوم عليك. علامة الاستفهام اللي هي علامة الاستفهام الجميلة اللي قدامنا دي، ودايما دي بتوضح فين يا جماعة؟ بتوضح فين أعزائي التلاميذ؟ أيوة صح، ممتاز، بتوضع بعد السؤال المبدوء. لازم يكون السؤال مبدوء بأداة استفهام. إذا كان السؤال مش مبدوء بأداة استفهام، يعني مثلا أقول لك اكتب ما يلي، ده ما ينفعش أحط عليه علامة استفهام، لأن ما فيش أداة استفهام في الأول. زي إيه؟ هل تذاكر اليوم؟ لماذا تذهب إلى المدرسة؟ تمام؟ إذا ما دام السؤال مبدوء بأداة استفهام فلازم يكون في آخره إيه؟ علامة استفهام. علامات التنصيص اللي هم القوسين اللي باللون الأحمر اللي فوق، علامات التنصيص النقط دي معناها إن في كلام موجود مكانها. علامة التنصيص اللي إن أنا أفتح قوس وأقفل قوس، أفتح قوس وأقفل قوس، تمام؟ ورمزها على اللي هم القوسين اللي موجودين اللي باللون الأحمر اللي قدامنا، وتوضع على الكلام المنقول بنصه. يعني الكلام اللي ناخده بالنص من اي كتاب اروح ايه حطه ايه حطه بين قوسين، مثل الايات القرانيه. اقول قال تعالى والتين والزيتون، اهي جمله والتين والزيتون محطوطه بين قوسين،
القوس الاولاني اللي باللون الاحمر والقوس الثاني اللي باللون الاسود. اذا ف علامات التنصيص دايما بستخدمها علشان احط الكلام اللي انا نقله بالنص من اي مكان، سواء ايات قرانيه، سواء احاديث شريفه، سواء حكمه، سواء اي كلام نقله من اي كتاب بالنص، بالنص ما غيرش فيه، اروح حاطه بين قوسين. تمام؟ خلاص عرفنا علامات التنصيص. من علامات الترقيم ايضا نقط الحذف، ان انا احط لك نقط كده دليل على ان المكان ده فيه كلام محذوف، فيه كلام مش موجود محذوف. زي ما اقول لك اكمل مصر العزيزة نقط. تمام؟ اقول لك مرادف كلمة العزيزة نقط. اذا فهذه النقط تدل على ان هناك كلام محذوف من هذه الجملة. القوسان، القوسين اللي هم الكبار اللي قدامنا اللي موجودين باللون الاحمر، دول بنعملهم ايه؟ بنستخدمهم ليه؟ بتوضع حول كل جملة غير مرتبطة بغيرها. يعني انا قدامي جملتين، الجملة التانية مش مرتبطة بالاولى، ملهاش دعوة بالأولى، أروح حاططها بين قوسين. أقول لك مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام اللي جاي ملوش دعوة بجملة صلى الله عليه وسلم، دي جملة ملهاش دعوة بالحديث اللي أنا بكلمه بقوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. خلاص، يبقى احنا بنحط القوسين دول علشان نحدد الجملة الغير مرتبطة بالكلام، الغير مرتبطة بالجمل التي أمامنا. الشرطتان ورمزهما شرطة وبعدين الجملة وبعدين شرطة، دول بنستخدمهم ليه؟ توضع للجمل المعترضة حتى لا حتى يكون ما قبلها له علاقة بما بعدها. يعني انا بجيب هي يعني قريبة قوي من معنى قوسين، قريبة قوي من معنى قوسين. جملة معترضة ملهاش دعوة برضو، ملهاش علاقة بالكلام اللي احنا بنقوله، بس بتخلي الكلام اللي بعديها مرتبط باللي قبليها. زي ايه؟ اقول لك مثل اسمع مني، اطال الله عمرك، اجتهد في درسك. فجمله اجتهد في درسك مرتبطه بجمله اسمع مني، بس اطال الله عمرك دي جمله معترضه جايه كده في وسط الكلام. زي ما اقول لك اسمع مني الله يخليك ذاكر دروسك، فجمله الله يخليك دي ملهاش دعوه بذاكر دروسك وملهاش دعوه بكلمه اسمع مني، بس الجمله اللي جايه بعديها مرتبطه بالجمله اللي قبليها. اسمع مني، اطال الله عمرك، اجتهد في دروسك. من علامات الترقيم ايضا الشرطة، شرطة واحدة بس ورمزها شرطة قدامنا باللون الاحمر الجميل، وتوضع للفصل بين كلام المتخاطبين. يعني لو اتنين بيكلموا بعض، عشان ما اقعدش اقول لك انا بروي قصة مثلا، ما اقعدش اقول لك قال الاب قال الابن قال الاب قال الابن، لا، انا بحط الشرطة دليل على ان كلام المخاطب بدأ. اقول لك ايه؟ الاب يا بني اجتهد في دروسك، كده خلص كلام الاب. ولماذا اجتهد؟ ايوه، الشرطه دي وضحت لي ان الكلام اللي جاي ده كلام الابن. ولماذا اجتهد؟ الشرطه اللي جت دي وضحت لي ان كلام الابن خلص حتى تنجح. يبقى انا عشان ما اقعدش اقول لك قال الاب يا بني اجتهد في دروسك، قال الابن ولماذا اجتهد؟ قال الاب حتى تنجح، قال الابن سمعا وطاعه. لا، انا بختصر ده كله عن طريق استخدام الشرطه الجميله اللي قدامنا، يا بني اجتهد في دروسك ولماذا اجتهد؟ حتى تنجح سمعا وطاعة يا والدي. تمام؟ يبقى إذا الشرطة اللي قدامنا بنستخدمها للفصل بين كلام المتخاطبين. خلاصة الدرس أعزائي التلاميذ، علامات الترقيم لكل علامة استخدام، ومنها النقطة ومنها الفصلة والفصلة المنقوطة والنقطتان والشرطتان والشرطة وعلامة الاستفهام وعلامة التعجب. إذن عرفنا أن كل علامات الاستخدام كثيرة، وعرفنا استخدام كل علامة أو كل علامة، عرفنا أن علامات الترقيم كثيرة، وعرفنا استخدام كل علامة من علامات الترقيم. طيب كيف يأتي السؤال في هذا الدرس؟ أنا ممكن أجيب لك جملة وأقول لك صحح وأحط لك فيها خطأ، وأقول لك صحح الخطأ فيما يلي. متى ذهبت، سؤال جميل جدا، متى ذهبت إلى المدرسة؟ متى ذهبت إلى المدرسة؟ تمام، وفي اخرها نقطة، فين بقى الخطأ؟ أيوة، صحح الخطأ فيما يلي. أنا ممكن أجيب لك جملة فيها حتة خطأ، بس وأنا أطلب منك إنك تصحح الخطأ. متى ذهبت إلى المدرسة وفي اخرها نقطة بالشكل اللي قدامنا ده، فين الخطأ؟ أيوة، مين يطلع الخطأ؟ ممتاز، أنا عندي متى أداة استفهام، يبقى محتاج إيه في الأول في الآخر؟ تمام، يبقى أنا عندي الخطأ النقطة اللي في الآخر الجملة، لأن ده سؤال، ده أسلوب استفهام، عايزين له إيه في الآخر؟
ممتاز، متى ذهبت إلى المدرسة؟ عايزين له علامة استفهام اللي هي اللي باللون الأبيض. طيب ما أجمل النظافة، وفي آخرها علامة استفهام. مين يطلع؟ مين يطلع الخطأ؟ أيوه قول صح، علامة استفهام اللي في آخر الجملة، ولأن ده أسلوب تعجب يبقى محتاج إيه؟ محتاج إيه في آخره؟ محتاج علامة تعجب. ممتاز. قال إنه ولد نشيط، بس قدامي شرطة بعد قال. أيوه مين يطلع الخطأ؟ أيوه قول ما تخافش صح، الشرطة اللي بعد قال. طب ليه؟ لأن قال ده فعل قول، محتاج إيه بعديه؟ علامة الترقيم اللي بنستخدمها بعد فعل القول. ممتاز، محتاج نقطتين فوق بعض، يبقى قال نقطتين فوق بعض فوق بعض، إنه ولد نشيط. إلى هنا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا الحالي، ومعنا فهم نتعلم ببساطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.